السلام عليكم أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونوا بخير، وياكم دكتور محمد ضياء. إن شاء الله اليوم راح نشرح الريسيرش مديول، وهذا هو الشابتر الأول من الريسيرش. الحلقة السابقة شرحنا بها شابتر الاستاتكس، لكن حسب ترتيب الكتاب هذا يعتبر الشابتر الأول. راح نتعرف شنو يعني الريسيرش، وراح نحل أسئلة الـ MCQ اللي نزلت من الكلية بالريفيجن، وراح نستخدم بالشرح مالتنا شغلتين. الشغلة الأولى هي راح نستخدم كتاب القسم، والشيء الثاني راح نستخدم نفس السلايدات اللي الكلية راجعت بها. ليش؟ لأن هاي السلايدات أولا تختصر لك هواي كلام، ثانيا بها أسئلة MCQ وأسئلة ماتشنج وأسئلة ترو أور فالس، نفس الأسئلة اللي راح تجيكم بالامتحان، لذلك راح نعتمد عليها. بالإضافة إلى ذلك الدكتورة قالت أنه بعض التفاصيل راح تنطيك فقط العناوين وتقول لك ارجع للكتاب حتى تاخذ باقي المعلومات، فأنا جبت باقي المعلومات من الكتاب وضفتها للبرزنتيشن، فصار عندنا هذا البرزنتيشن كامل مكمل. راح نشرح به الشابتر الأول إن شاء الله بكل التفاصيل، فيلا نبدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Chapter 1 The Research Methods أو طرق أداء الريسيرش. طبعا بهذا الشابتر عندنا مجموعة محتويات. The contents of this chapter is أولا راح نتكلم عن الريسيرش ديفينيشن، يعني شنو تعريف الريسيرش، ومن ثم راح نتكلم عن الديزاين التصميم، والسامبلينج جمع العينات، الداتا كولكشن جمع المعلومات، والأخلاقيات ريسيرش إثيكس. آخر شيء عندنا تفصيل بسيط اللي هو السكرينينج تيست، هذا راح نبقيه للبارت الثاني اللي راح يكون عبارة عن 10 دقائق، يعني هي المحاضرة كلها كاملة، لكن أنا ما رتت تعبر الساعة، فلذلك فصلتها إلى جزئين. الجزء الثاني 10 دقائق، بالكثير 15 دقيقة راح نشرح به السكرينينج تيست. نبدأ، وأول شيء نبدأ به مقولة دكتور ناجي المشهورة، وما عشقت مثل عشقي للنظام. أهم شيء أنه كل شيء يصير عندك مرتب، لذلك جمعت لك الاستعدادات اللي بهن الشرح بجهة، والاستعدادات اللي بهن MCQ والترو أور فالس والماتشنج بجهة أخرى. بعد كل موضوع نخلصه راح نحل الأسئلة اللي تتعلق به، وكلهم راح تلقونهم بصفحة أو صفحتين لكل موضوع. زين، نبدأ أولا بـ Research Definition. شنو هو تعريف الريسيرش؟ أغلبنا نعرف هذا التعريف، لكن أريد أصيغه بطريقة أخرى. أنت عندك سؤال معين، Certain Question، أو عندك مشكلة معينة تريد تحل هذه المشكلة وتريد تجاوب على السؤال. شلون؟ راح تسوي ريسيرش، راح تسوي بحث. هذا البحث مالتك يتضمن 3 خطوات أساسية. الخطوة الأولى أنك تجمع المعلومات عن هذه المشكلة أو عن هذا السؤال، ومن ثم راح تحللها، وأخيرا راح تترجمها إلى نتائج معينة. فبالتالي أنت راح تقدر answer the certain question، وراح تقدر تحل هذه المشكلة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو قلنا أنه أنت عندك smoking among the first year medical students، هذا هو البروبلم مالتك، سواء كان بروبلم أو سواء كان سؤال تريد تجاوب عليه. فأنت ايش راح تسوي؟ راح تبلش تجمع معلومات عن هذه العادة، عادة التدخين ضمن طلاب السنة الأولى، ومن ثم راح تحلل هذه المعلومات ببرامج معينة، بطرق معينة راح نتكلم عنها، وأخيرا راح أترجمها إلى نتائج معينة. هذه النتائج اللي أنت ترجمتها إلها راح تقدر تجاوب على السؤال مالتك. مثلا لو كان سؤالك What is the prevalence of smoking among the first year medical students؟ يعني شقد هو معدل انتشار التدخين ضمن طلاب السنة الأولى في كلية الطب؟ فأنت راح تجاوب على هذا السؤال بالنتائج اللي أنت طلعتها. ولو كان الهدف مالتك أنك تقلل من التدخين، يعني هدف مالتك هو reduce the prevalence of smoking among the first year medical students، فهاي هي المشكلة مالتك وتريد تقللها، فراح توصل لهذا الهدف مالتك. زين، لما تريد تبدأ بأي مشروع شنو أهم شيء تبلش به بالضبط؟ شغلتين، الشغلة الأولى التنظيم، والشغلة الثانية الوضوح. لازم تكون سيستماتيك، يعني انت شغلك يكون منظم، ولازم تكون واضح بشغلك. فلذلك قال لك انه 4 نقاط هي النقاط التي يجب ان تكون واضحة في كل ريسيرش. اولا clear statements، يعني جملة واضحة بخصوص المشكلة او بخصوص السؤال اللي انت راح تجاوب عليه. لما تقول reduce the prevalence of smoking among the first year medical student of قصر العيني، هذه الجملة مالتك هي جملة اشتملت على كل معاني الوضوح. انت اولا وضحت شنو تريد تقلل، تريد تقلل التدخين، وضحت ضمن اي طلاب الطب، ضمن يا سنة السنة الاولى، ضمن يا كلية طب القصر العيني. اذا الهدف مالتك البروبلم اللي تريد تحلها واضحة جدا، فبالتالي سؤالك يكون واضح. النقطة الثانية clear objectives، مثل ما قلنا الobjectives هي عبارة عن اهداف مصغرة. انت حتى توصل للهدف مالتك او الجول لازم تحدد بعض الأهداف المصغرة اللي تساعدك بالوصول إلى هذا الجول الأساسي، هاي يسمونها objectives. فأيضا لازم تكون واضحة، طرق
الطرق اللي راح توصلك انك تقلل التدخين لازم تكون عبارة عن 3 جمل، هاي الجمل تكون واضحة جدا. النقطة الثانية existing data، يعني المعلومات اللي عندك بالإضافة إلى previous studies يعني الدراسات السابقة، لما تستخدمها استخدم النتائج الإيجابية وكذلك السلبية. يعني ما يصير أنك تفضل بين النتائج أو خلينا نقول الاكتشافات السابقة سواء كانت سلبية أو إيجابية، تمام؟ كلها تدخل بالبحث. النقطة الأخيرة يقول لك new data should be systematically collected، يعني أنه لازم تبلش بطريقة متنظمة أو نظامية، تمام؟ هاي المعلومات الجديدة ما لازم تكون نظامية وتدخلها بطريقة سليمة، تمام؟ هذا كان بالنسبة لي الكلير بوينتس، الفور كلير بوينتس. زين نبدأ بالريسيرش فيسز. شنو يعني الريسيرش فيسز؟ يعني مراحل هذا البحث. انت حتى تسوي بحث اكيد راح تمر بعدة مراحل. هذه المراحل تنقسم الى 3، اولا the planning phase مرحلة التخطيط، وثانيا the phase of implementation يعني مرحلة ادراج المعلومات، والمرحلة الثالثة هي مرحلة الداتا مانجمنت تعديل هذه المعلومات والحصول على نتائج من عندها، واخر شيء communicating results يعني النتائج شلون تقدر تعرضها للعالم، شلون تقدر تقدمها. فبالتالي راح نتوقع انه كل شيء المراحل مالته يعني كل مرحلة المراحل الفرعية مالتها تكون مطابقة لعنوانها. مرحلة البلانينج راح تتضمن كتابة البروتوكول بداية من الريسيرش كويستشن اللي تكلمنا عنه، يعني السؤال اللي راح نطرحه ونجاوب عليه، والجول والسبيسيفيك اوبجكتيفز يعني الهدف الاساسي والاهداف الصغرى اللي راح توصلنا للهدف الاساسي، الستدي ديزاين يعني تنظيم او خلينا نقول تصميم البحث، والنقطه الاخيره هي السامبلينج يعني تجميع العينات، كذلك ايضا ما ننسى الستدي تولز الطرق اللي راح نستخدمها حتى نجمع العينات ونجمع البحث. وهذه هي كانت المرحله الاولى. بين المرحله الاولى وبين المرحله الثانيه اكو عندك نقطه اللي هي الإثيكال كونسيدريشن. شنو معناها الإثيكال كونسيدريشن؟ معناها الأخلاقيات. كل بحث أنت راح تقدمه على مجموعة ناس، هؤلاء الناس هم بشر، فبالتالي لازم تتعامل وياهم بأخلاق with manners، تمام؟ ولازم تأخذ موافقات من الـ organizations المسؤولة عن البحث مالتك، سواء كانت الكلية اللي تقدم البحث أو أي مجلة إلى آخره، لازم تأخذ موافقات على انه البحث مالتك والخطه مالتك البروتوكول هو بروتوكول اخلاقي وصحيح، تمام؟ هاي ethical consideration هي عباره عن مرحله، ولما تاخذ الموافقه منها راح تعبر للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه implementation انك راح تجمع المعلومات مالتك data collection وراح تحصلهم، تمام؟ النقطه الاخيره انك data management، ولما حصلت المعلومات من العينات مالتك راح تبلش بأنك تدخل هذه المعلومات ببرامج الإحصاء وغيرها، وراح تسوي تحليل لها، ومن ثم راح تسوي ترجمة، راح تترجمها إلى نصوص واضحة يستطيع الإنسان أن يفهمها. يفهمها شنو هاي؟ يستطيع الإنسان أن يفهمها. النقطة الأخيرة هي الـ communicating results يعني النتائج اللي أنت وصلت لها. شلون راح تعرضها للمشاهد؟ راح تعرضها عن طريق presentation وعن طريق كتابة publication يعني راح تسوي نشر للبحث مالتك بالمجلات العالمية والمحلية، وكذلك هذا البحث راح يكون يا اما عن طريق برزنتيشن يعني لما تعرضه بموضوع معين بحدث معين ايفنتس معين، تمام؟ هذا كان بالنسبة لمراحل الريسيرش. كملوا مراحل الريسيرش، لكن هذه المرة راح نتكلم عن الستبس يعني الخطوات. بكل مرحلة عندنا مجموعة خطوات راح نطبقها. المرحلة الاولى فيز 1 الخطوات من 1 إلى 4، يعني هذه 4 خطوات هي المرحلة الاولى فيز 1. فيز 1 نقدر نسميها ايضا the protocol writing يعني مرحلة كتابة البروتوكول، لان هو الحدث الاساسي اللي يحدث بها. النقطة الاولى identification of the research problem، قلنا نتحدد السؤال او تحدد المشكلة اللي راح تحلها. ثانيا carrying out a literature review يعني تحاول انك تحصل على مقدمة، هذه المقدمة عن الموضوع اللي انت راح تتكلم عنه، فreview او مراجعة او مقدمة عن الموضوع اللي انت راح تتكلم عنه، تمام؟ formulation of research question تكون السؤال مالت البحث، وكذلك الobjectives قلنا الgoal يتكون من عدة objectives. الobjectives هي الأهداف الذي راح توصلك للgoal مالتك الأساسي. زين البروتوكول رايتنج اللي هو يعتبر أهم خطوة، ورغم ما كملت هذه الأشياء الأساسية راح تبدأ تكتب البروتوكول. provide a structured outline guiding يعني تسوي جايد لك، جايد للطريقة اللي راح تمشي بيه بكتابة البحث الكامل، بحيث انه ما ترجع او ما تخربط بنص البحث، انت عندك خطة وجاي تمشي عليها بالتفصيل، تمام؟ كذلك the research ethical commitment الرس، قلت لكم اني بين المرحلة الاولى حتى تترقى للمرحلة الثانية لازم تمر بمرحلة.
هذه المرحلة راح نسميها Research Ethical Commitment Approval، يعني أنك تحصل موافقة على أخلاقيات البحث مالتك من حيث تعاملك ويا الأشخاص اللي راح تسوي عليهم التجربة، من تجميع المعلومات مالتهم، لأن تعرفون كل شخص عنده معلومات، هذه المعلومات لازم تطبق بالبحث بطريقة سليمة، أنت ما تقدر تستخدم المعلومات بطريقة خاطئة أو مسيئة للشخص اللي راح تأخذها من عنده، تمام؟ فلذلك راح تأخذ Approval، يعني تأخذ موافقة. طبعا الموافقة تكون من الأشخاص اللي راح يشاركون بالتجربة عن طريق أنك تأخذ منهم تواقيع خطية أو شفهية، أو تكون كذلك شيء مهم ثاني لما تريد تجي تنشر البحث مالتك بمجلة، لما تريد تقدم بحث حتى تترقى يعني تترقى بالوظيفة مالتك، هذا البحث لازم تكون أنت ماخذ موافقة من الشخص أو المنظمة المسؤولة عنك، تأخذ موافقة لما قدمت البروتوكول مالتك أنه هذا الخطوات اللي أنت طبقتها والخطوات اللي راح تطبقها العفو هي خطوات صحيحة وما بها أي مشكلة، فبالتالي هم راح يوافقون أو يرفضون. إذا رفضوا بعد ما يصير تكمل بالبروتوكول هذا، لما تكتب بروتوكول جديد، أو ممكن يقول لك لا أنت عدل لي هاي النقطة، عدل لي هاي النقطة، تمام؟ هذا كان بالنسبة للمرحلة الوسطية بين المرحلة الأولى وبين المرحلة الثانية. زين، المرحلة الثانية هي المرحلة السادسة أو النقطة السادسة، انه داتا كولكشن، انت راح تجمع المعلومات مثل ما قلنا، وان ابروبريت داتا، يعني المعلومات المناسبه للبحث مالتك بالابروبريت فورم، بالطريقه المناسبه. الفورم هواي طرق تقدر تجمع بها المعلومات، يعني تقدر تنزل للشارع وتاخذ المعلومات من الاشخاص معينين انت تريد تطبق عليهم البحث، تقدر لا تسويها على شكل جوجل فورمز وتنشرها، اكو هواي طرق، تمام. سابعا داتا انتري كليننج مانجمنت اند اناليسز، هاي مرحله المرحلة اللي هي ما قبل الأخيرة، المرحلة الثالثة، راح تبلش تجمع هاي المعلومات وتعالجها وكذلك تحللها لأن تصل إلى نتائج. آخر شيء عندك Research Dissemination اللي هي نفس المرحلة الأخيرة، عرض الـ Presentation، يعني أنت شو راح تعرض البحث مالتك من حيث أنك راح تنشره بمجلة أو راح تقدمه بإيفنت معين مثل ما قلت لكم، يعني نفس المواضيع اللي قبل شوية تكلمنا عنهم بالضبط. زين، هنا نقول لك Research Steps versus Phases، شنو يعني؟ يعني انه بكل فيز اكو عندك مجموعة خطوات راح تسويها، تمام؟ يعني هو كاتب لك هنا فيز 1 عندك البروبلم ريفيو، قبل شوية قلنا عن كلهم، تمام؟ احتمال انه يسألك بالام سي كيو فيز معين يقول لك تحدث به هذا الحدث، او يقول لك حدث معين ويقول لك صار باي فيز، فانت لازم تجاوب على السؤال بهذه الطريقة. راح نبلش الان نحل الام سي كيو وراح نشوف بالضبط شنو هي الاسئلة اللي ممكن تجينا. نبقي الاستعدادات هنا وكذلك الام سي كيو. اولا regarding the research phases، تطبيقا للفيسز، فيلد وورك اند داتا كولكشن ار دان ان، ايش وقت انت تجمع المعلومات؟ هل هي يا ترى فيز 1؟ لا، الفيز الاولى انت ما تسوي اي شيء، ترى راح تكتب البروتوكول، راح تكتب الخطه راح تمشي عليها. زين، هل هي فيز 2؟ نعم هي فيز 2. نرجع هنا لهذا المات المخطط، مثل ما تلاحظون فيز 2 عندك داتا كولكشن وكذلك الفيلد وورك او حقل العمل. زين، اذا نختار الفيز 2. زين، السؤال اللي بعده يقول لك Research Ethical Commitment اللي هي قلنا عليها الرس، تمام؟ شنو هاي؟ Approval is done، يقول لك شو وقت أو متى تحدث هذه الموافقة؟ أنت لازم تحدد الوقت. والخيار Before formulating the research question، يعني قبل لا أصلاً تحط ببالك السؤال، يعني تريد تسوي لك مشروع تروح تأخذ موافقة بالبداية، لا ماكو شيء. أول شيء راح تحط السؤال وكذلك تكتب البروتوكول، تكتب الخطوات اللي راح تمشي عليهن بالبحث مالتك، ومن ثم تحصل هذا كله وتقدمه للجنة المسؤولة عن الموافقة، وهي يا أما توافق يا أما ترفض، مو أنت تروح أول شيء تأخذ موافقة وأنه بتسوي أي شيء براحتك، لا ما يصير. إذا السؤال الثاني after protocol writing، الجواب الثاني هذا جواب صحيح، هو بعد ما كتبنا البروتوكول قدمناه ويا أما وافقوا ويا أما لا. السؤال اللي بعده يقول لك true or false، أنه أنت لما تجمع المعلومات in order to conduct the sound research، the existing data المعلومات الموجودة وكذلك the previous studies الدراسات السابقة using the positive وكذلك the negative، هل هذا صحيح؟ نستخدم الاكتشافات الإيجابية والسلبية؟ نعم، قبل شوية تكلمنا هنا وقلنا أنه لازم لما نبلش نسوي بحث نستخدم المعلومات الإيجابية والسلبية على حد سواء وما نفرق بيناتهم. إذن هذا الجواب أيضا هذا السؤال صحيح. اللي بعده عندنا سؤال ماتشنج، عندنا الفيسز وكذلك عندنا الاشياء اللي تصير داخل الفيس. زين، احنا راح نبلش بالفيسز. الفيس الاول، اول ما نبلش ببحث ايش راح نسوي؟ نعيدها ونعيدها، راح نخطط، اذا راح نشوف اي شيء يتعلق بالتخطيط. داتا مانجمنت اند اناليسيس، لا هذا مو تخطيط.
writing and publishing the research لا مو تخطيط. protocol writing يعني كتابة الخطة. نعم هذا تخطيط. لذلك راح أختار الخطوة الأولى هي كتابة البروتوكول. طيب النقطة الثانية phase 2 يقول لك phase 2 شنو يصير بيها؟ إحنا ورما كتبنا الخطة أول شيء نريد نسوي أن نجمع المعلومات. زين نشوف تجميع المعلومات. data management analysis تحليل المعلومات. لا هاي أنت أصلاً تطلع المعلومات ومن ثم سويتها تحليل. إذا خطأ. writing and publishing the research ننشر research. لا قلنا نريد نجمع المعلومات. field work and data collection. نعم هذه صحيحة. field work and data collection. phase 3 phase 3 شو سوينا إحنا ورما جمعنا المعلومات راح نحللها. فندور على analysis. هاي analysis تحليل. زين phase 4 آخر خطوة راح نسوي publishing يعني راح ننشر research مالتنا. فهذا آخر خيار عندنا. زين هنا أيضا هذا الحل مالته مثل ما تلاحظون. بهيك إحنا نكون خلصنا أول نقطة عندنا اللي هي نقطة ال research definition والمعلومات الأساسية حول الفيزز مالت ال research وكذلك حللنا MCQ. راح ننتقل الآن للموضوع الثاني اللي عندنا. وما عشقت مثل عشقين النظام. هذه هي عناوين محاضرتنا اليوم. خلصنا العنوان الأول والآن راح نبدأ بالعنوان الثاني. طبعا العنوان الأول هو هذه الصفحة. هنا عندك الاستعدادات الشرح وهنا عندك ال MCQ. نبدأ بالعنوان الثاني اللي هو research design تصميم البحث. The research design أو تصميم البحث. تصميم البحث إلى أنواع معينة راح نتكلم عنهن وعن تفصيل كل نوع. كل نوع إلى advantages مميزات وكذلك إلى limitations. limitations مو عيوب وإنما حدود. يعني هذا البحث يقدر يسوي أو هاي الطريقة مالت البحث تقدر تسوي تطبقها على عدد معين من الناس. تقدر تطبقها على فكرة معينة. فهذه الحدود هي تحد البحث. تمام. نقطة. النقطة الأخرى لما نجي نريد نقسمهن أريدك تركز وياي على كل نوع شنو الصفات المميزة به. لأنه بالـ MCQ بالأسئلة تجي على شكل مقارنة بين الأنواع سواء كان matching أو MCQ أو true or false. لذلك تعتمد على حفظك على النقاط الجوهرية والفروقات بين كل نوع. نبدأ بأولا epidemiological study designs أنواع الدراسات أو أنواع تصميم الدراسات. يا أما يكون interventional studies أو يكون observational studies. interventional تحديدا كلمة interventional سوت أنت دخول في هذه التجربة. يعني أنت تدخلت سوت أنت دخول بهذه التجربة. يعني أنت تدخلت في هذه التجربة بيدك. لذلك الدكتورة مثلتها بالإيد. تمام. يعني أنت دخلت بإيدك وسوت التجربة. راح تعرض المرضى أو مجموعة من الأشخاص لفاكسين معين وتشوف قابلية هذا الفاكسين وهل هو أحسن من اللي قبله أو تعرضهم مثلا لدروغ معين إلى آخره. فهذه الدراسة أنت تدخلت بها. لذلك سموها حملات طبية أو clinical trials. تمام. الدراسة الثانية لا هاي أنت فقط راح تلاحظ الأشخاص اللي عندهم حالات معينة. فلذلك سموها observational يعني الدراسة عن طريق الملاحظة. دكتورة ربطتها بالعين. هاي عينك. تمام. أنه بعض الأشخاص مثلا الأشخاص اللي يعانون من السموكينج عادة التدخين كذلك الأشخاص اللي يأكلون كثيرا فلذلك يزيد عندهم نسبة الدهون بالجسم. فهؤلاء الأشخاص هم عرضوا نفسهم لهذه الريسك فاكتورز مما أدى إلى أن يصابوا من الأمراض مثل مرض سرطان الرئة وإلى آخره. أنت راح تسوي راح تروح تشوف هؤلاء الأشخاص تجمع منهم معلومات وتشوف علاقة كل معلومة أو كل ريسك فاكتور من ذني الأشياء مع الأمراض اللي سببت لهم. فهذه الدراسة سموها دراسة وصفية عن طريق الملاحظة. تمام. وتصير دائما يعني مو بس بالحالة الطبية أيضا بالحالة البيئية يقومون بها العلماء بدراسة الحالة الطبيعية للحيوانات والبيئة وإلى آخره. تقسم إلى قسمين. قسم descriptive يعني وصفي وراح نتكلم عنه والقسم الثاني analytical. الanalytical يكون بين مجموعتين أو بين شيئين. والقسم ثلاث أنواع يعني أما cohort study أو case control study أو cross sectional study راح نأخذهن ونعرف الفروقات بيناتهن. والفروقات بيناتهن جدا 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 مهمة. بس هسه حاليا أحفظ لي أنه analytical study تكون بين مجموعتين والديسكريبتيف تكون مجموعة واحدة فقط. نكمل. ديسكريبتيف ستاديز راح نبدأ بأولا ديسكريبتيف اللي هي نوع من أنواع شنو من أنواع الانترفينشنال لو من أنواع الابزرفينشنال. لا هي من نوع الابزرفينشنال. تمام. أول شيء يقول لك considered with describing the distribution of the disease practically the relation between the person, place and time. يعني هو يهتم بماذا؟ يهتم بدراسة انتشار هذا المرض تحديدا ثلاث عوامل. العامل الاول ان هو البيرسون الشخص وكذلك المكان الذي حدث به واخيرا التايم يعني شخص ما في مكان ما في زمن ما.
انت راح تشوف هؤلاء الاشخاص وتحاول انك توصفهم، تمام؟ توصف المرض شلون انتشر بهذه الثلاث عوامل. الادفانتجز مالته شنو المميزات مالته؟ اول مميزه انه هو لس اكسبنسيف، لان انت ما استخدمت ادوات وما استخدمت كرو فريق، فلذلك هو اقل سعر مالته رخيص، وكذلك عندك لس تايم كونسيومينج، يعني يستغرق وقت اقل من انك تجهز فريق وتروح تنزل وتشوف التجارب مالتك. ثانيا generates but can't test hypothesis. شنو معناها؟ hypothesis يعني النظريات. انت تقدر تكتشف عن طريق الدراسه الملاحظه اللي هي الديسكريبتيف مالتنا، تقدر تعرف انه اكو علاقه بين شيئين معينين. مثلا لما نشوف اكو مرضى عندهم arthritis او التهاب بالفقرات، وتشوف ايضا عندهم سمنه زائده، فتقدر تقول انه السمنه سببت يعني زياده وزن الجسم سبب بهذه الفقرات التهاب. هاي نقطه. او تقدر تقول بالعكس، لان هم عندهم التهاب الفقرات فبالتالي قلت حركتهم فبالتالي سببت لهم سمنه. انت هنا الفرضيه عرفتها بين اكو علاقه بيناتهم اثنيناتهم، لكن تقدر تكتشف شنو السبب اللي سبب الثاني؟ لا. شلون نقدر نكتشف؟ شغله بها شغلتين، يعني موضوع بشغلتين، لما نروح للاناليتيكال ستدي. فانا كاتب لك اناليتيكال ستدي تقدر تاخذها وتختبرها، تروح تجرب وتختبر. فلذلك انا قلت لك انه الاناليتيكال ستدي تكون بها مجموعتين، بينما الديسكريبتيف تكون بها مجموعه واحده فقط، تمام؟ النقطة الثانية عندك describe the pattern of the disease occurrence، توصف لك شنو نمط انتشار هذا المرض، لأن انت لاحظته وعرفت شلون ينتشر، تمام؟ التايز ما تكون نوعين، يا اما تكون case report يا اما تكون case series. اثنيناتهم ايضا وصفيات. شنو معنى الكيس ريبورت؟ يعني انت عندك حالة معينة، مثلا طفل يعاني من congenital anomaly، فيوصف لك الحالة وانت تروح تاخذ المعلومات عن هذه الحالة وتدرسها. هاي حالة واحدة. ممكن لا عدة حالات بس تكون نفس الشيء، يعني مثلا خمس حوامل حصلت عندهم بعض المضاعفات بعد الحمل، تمام؟ هنا هاي عدة حالات لكن بنفس الموضوع. زين. النوع الثاني يكون كيس كروس سكشنال سيرفي. شنو معناها؟ معناها انه انت راح تسوي انترفيو، راح تسوي مقابله، وكذلك راح تسوي اكزامينيشن للحالات اللي اجتك. هنا انت فقط لاحظتها، تمام، ودرستها. هنا راح تسوي لا اكزامينيشن، راح تفحص الحالات اللي اجتك. هاي كان بالنسبه للنوع الاول ديسكريبتيف ستاديز. ثانيا عندنا الابزرفيشنال اناليتيك ستاديز، يعني الدراسات الملاحظه اللي تعتمد على التحليل، تمام. تنقسم الى ثلاث انواع، كروس سكشنال وكوارت وكيس كنترول. اكو بيناتهم هواي فروقات ولازم تفتهم بالضبط شنو الفرق بين كل واحده والثانيه. لذلك الدكتوره قالت بعض الملاحظات. الملاحظه الاولى حتى تعرف الدراسه، ابدا بمن، يعني تبدا بالاكسبوجر لو بالاوتكم. طبعا انت راح تقول لي شنو يعني اكسبوجر شنو يعني اوتكم. اكسبوجر معناها الريسك فاكتور، يعني العاده السيئه خلينا نقول، او المؤثر السيء اللي ادى الى حصول مرض، هذا هو الاكسبوجر. مثل ايش؟ مثل التدخين، مثل الاشعاع الراديشن، مثل تناول الدهون، هذا يكون الاكسبوجر، تعرضت لهذه الاشياء. زين، هاي نقطه. النقطة الثانية الاوتكم. الاوتكم يعني الدزيز، هو نفسه الدزيز، يعني المرض اللي حصل لك. من تعرضت لإشعاع حصل لك كانسر، من تعرضت للتدخين حصل لك التهاب بالرئة او كانسر بالرئة، من تعرضت للدهون السيئة ال LDL حصل لك coronary heart disease، يعني مرض بالقلب، تمام. هسه عرفت شنو الاوتكم وشنو يعني اكسبوجر. فانت اذا بدأت الدراسة مالتك في البحث عن الاكسبوجر، يعني عن الريسك فاكتورز بالبداية، ومن ثم تريد توصل للنتائج مالتك تكون هي الديزيزز، فراح تعتبر الدراسه مالتك نوع من عندني انواع. لكن خلينا نكمل لك اول شيء الطرق. الطريقه الثانيه ابحث عن ماذا، يعني انت شنو تريد تبحث؟ انت مو بديت بواحد معناها الثاني هو اللي تريد تبحث عنه. لو بديت بالاكسبوجر معناها تريد تبحث عن الاوتكم، لو بديت بالاوتكم تريد تبحث عن الاكسبوجر. النقطه الاخيره الاتجاه الزمني، هل انت بديت دراستك بالحاضر للمستقبل؟ يعني جبت مجموعه مثلا هذول الاشخاص، تمام، تجيبتهم مجموعة من الأشخاص بديت بيهم الآن في 2022 إلى 2032، يعني لمدة 10 سنوات إلى 2032، هاي من الحاضر إلى المستقبل، تمام. هاي نقطة. النقطة الثانية لا، تكون من الحاضر إلى الماضي، يعني إحنا ب 2020 أنت إيش سويت؟ رحت بحثت على معلومات مال الأشخاص شوكيس، معلومات مال الأشخاص بال 2012، سهموا 2022 يعني قبل 10 سنوات جبت المعلومات. هاي من الحاضر الى الماضي. النقطه الاخيره لا، مجموعه من الاشخاص بالزمن اللي انت قاعد به، تمام، يعني انت سبيا زمن انت بال 2022، فهذا العامل الزمني عامل مهم جدا.
لو كنت انت الحالة الاولى اللي هي البحث بالمستقبل راح نسميها بوست سبكتيف، تمام؟ يعني البحث الى الامام او الى المستقبل. لو كنت بالحالة البحث 2012 يعني رجعت لورا راح نسميها ريترو سبكتيف، تمام؟ فهذه هي التسميات اللي راح تنطلق. الاخيره ما لها تسميه معينه، لكن هي تكون بالزمن الحاضر. هسه عرفنا احنا شنو الفروقات، راح نروح على كل نوع ونعرف شنو اللي يتميز به. نبدا باول نوع اللي عندنا، انا كتبت لكم اهم شيء التواريخ. انت بس تحفظ التاريخ، هاي الربطه، تحفظ الوقت، قبل راح تعرف كل المعلومات الباقيه. الكوورت هي الدراسه المستقبليه، يعني نروح للمستقبل من هسه لمده 10 سنين، فراح نسميها 2032، تمام؟ وراح نسميها بروسبكتيف، يعني للمستقبل، تمام؟ هاي عفوا كانت كلمة برو وليس كلمة بوست، بروسبكتيف. زين. هاي الأولى. الثانية الكروس سكشنال، لا 2022 يعني الزمن الحالي، لذلك راح نسميها بس بريزنت، يعني ما بقدر أسميها أي كلمة ثانية، بس شنو راح نسميها؟ كروس سكشنال أو كروس سكشن هي بال 2022. الزمن مالت الأخيرة الكيس كنترول تكون بال 2012، يعني هنا بالماضي. هسه احنا عرفنا الثلاث اشياء الزمان مالتهم. زين تعال على الموضوع اللي انا قلت لكم عليه، ابدا بمن وابحث عن من. بالنسبه للكوارت، بما انه احنا راح نسوي دراسه وتستمر للمستقبل، فبالتالي احنا راح نعرض اشخاص، يعني هذول الاشخاص جماعتنا راح نعرضهم لاكسبوجر، او مو نعرضهم، هم اصلا يكونوا معرضين لهذا الاكسبوجر، تمام؟ مثلا هم معرضين للتدخين على سبيل المثال، السموكينج، تمام؟ هؤلاء الأشخاص المعرضين للسموكينج راح نشوفهم من العشر سنوات لحد 2032 شنو الأمراض اللي صارت بيهم. إذا أني هم أيضا معرضين للتدخين، لمن؟ للإكسبوجر، وأني أريد أوصل لمن؟ أريد أوصل للمرض أو الدزيز. هاي النقطة الأولى. زين هذا بالنسبة لمن؟ للكوارت. خلينا نكتب على اسمها، هاي الكو، عفوا كوارت، تمام؟ هاي كوارت ستدي. زين تعالي على الكيس كنترول ستدي. الكيس كنترول هاي بال 2012، اذا بال 2012 معناها راح نرجع بالزمن، احنا راح نرجع نشوف يعني بالوقت الحالي هذا الشخص هو اصلا عنده مرض. فهؤلاء الاشخاص اللي هم احنا رجعنا بالزمن اللي هم الريتروسبكتيف ذولا، فهو اصلا عنده الاوتكم، اوتكم او خلينا نقول الدزيز، تمام؟ واحنا رجعنا بالزمن حتى نشوف شنو الاشياء اللي صارت عنده حتى سببت له هذا شو اسمه، سببت له هذا المرض. يعني احنا جاي نبحث عن الاكسبوجر، هو الا نتعرض حتى سببت له هذا المرض. مثلا على سبيل المثال مجموعه من العمال بمصنع، تمام؟ هؤلاء العمال المصنع به مواد بلاستيكيه، بها مواد يعني سامه او مشعه، تمام؟ هذول العمال كلهم اصابوا بالمرض. احنا شو نسوي ورا ما عندنا المرض اصلا؟ نروح نبحث بالعامل اللي سبب المرض. رجعنا بالزمن، رجعنا ل 2012، رجعنا 10 سنين لورا حتى نشوف شنو هو النوع الماده البلاستيكيه، شنو هاي الاشياء اللي سببت لهم المرض مالت الكانسر او اي مرض كان. عرفتوا شلون؟ هاي بالنسبه لإيمان للكيس كنترول، رجعنا بالزمن. اما الاخيره فهي الكروس سكشنال. الكروس سكشنال تكون بالزمن نفسه اللي انت عايش به، يعني ان ذا بريزنت، تمام؟ وتقدر بيها تبحث عن الدزيز وعن الاكسبوجر بنفس الوقت، تمام؟ يعني الاوتكم والاكسبوجر تقدر تطلعها بنفس الوقت، لان هذه الدراسه تكون دراسه في نفس الوقت، في الوقت الحالي. فمثلا بعطيك مثال، العلاقه بين الاوستيوبروسيس وكذلك بين البادي فات، شنو العلاقه بيناتهم، تمام؟ فتقدر تبحث التغيرات بيناتهم بنفس الوقت، عكس النيج اللي انواع الابزرفيشنال اناليتيكال ستديز. طبعا عن كل وحده من ذي الثلاث انواع اللي اخذناهن لازم نعرف اربع نقاط. النقطة الأولى الكاركترستكس يعني الصفات، ومن ثم نعرف المميزات ونعرف الليميتيشنز يعني حدود كل وحدة، شنو تقدر تسوي شنو ما تقدر تسوي. وميجر اوف اسوسيشن، معنى ميجر اوف اسوسيشن يعني أنت بتحسب إيه مثل ما قالت الدكتورة، يعني شنو شغلة جاي نحسبها، تمام؟ الميجر اوف اسوسيشن ريسك اسايمنت أو ريسك اسايمنت، طبعا هاي بكل نوع من أنواع هذه الديزاينات راح نقدر نحسب شيء معين. اول وحده الكيس كنترول اللي احنا قلنا بالماضي 2012 راح نحسب فقط الاو دي دي ريشيو، تمام؟ اونلي ذا او دي دي ريشيو. شنو او دي دي ريشيو؟ راح ناخذها هسه من نشرح. زين الكوارت راح نقدر نحسب الاندنس،
او الانسيدنس، العفو انسيدنس معناها الحدوث، حدوث هذا الشيء. بما انه راح ناخذ اشخاص من 2032 ويانا 10 سنين نشوفهم، فنحسب ايش قد ممكن انه يحدث عندهم مرض معين. Only in the new cases، يعني فقط بالحالات الجديدة اللي احنا جاي نجرب عليها تجاربنا، تمام؟ فالانسيدنس، وكذلك راح نحسب بواسطة الانسيدنس الريلاتيف ريسك، تمام؟ اخر واحدة الكروس سكشنال اناليتيكال. كروس سكشنال اناليتيكال طبعا هاي عرفنا انها بالوقت الحاضر ب 2022، وتصير بين مجموعتين مع بعض. نقدر نحسب من عندها الاو دي دي ريشيو، وكذلك نقدر نحسب من عندها البريفالنس ريشيو، يعني معدل انتشار هذا المرض، تمام؟ لانه انت بالوقت الحالي تقدر تحسب معدل الانتشار. طبعا هذا الحكي يكون سواء الاكزيستنج، سواء من المعلومات الجديده اللي حصلناها او الاولد انفورميشن، تمام؟ هذه المعلومات راح نوصل الى الميجرمنت اوف ذا اسوسيشن او الريسك اسسمنت. طبعا هذا هو عباره عن فاكتور ينقاس بقياس يا اما يكون واحد، ويا اما يكون اكبر من واحد، ويا اما يكون اصغر من واحد، تمام؟ فهذا القياس ينقسم الى ثلاثه اقسام. لو كان اصغر من واحد فراح نعتبره بروتكتيف فاكتور، معناها انه هذا الفاكتور ساعدنا اصلا في تطور حاله الشخص، يعني حمانه من مرض معين. راح تقول لي مثل ايش؟ راح اقول لك مثلا هشاشه العظام، الاشخاص اللي يتناولون فيتامين في دي، الاشخاص اللي يتناولون فيتامين دي، هؤلاء الاشخاص تناولهم للفيتامين دي يعتبر بروتكتيف فاكتور من مرض الاوستيوبروسيس، تمام؟ ويتعرضون للشمس والى اخره، هذا يعتبر بروتكتيف فاكتور. اعطيني مثال ثاني، اللاكتيتنج وومنز لقوا انه علاقه بين الطفل اللي حصل لاكتيشن من امه انه هذا يكون عنده ثقه اكثر بنفسه، وبالمستقبل راح يقدر يقاوم بعض امراض المراهقه مثل مرض الاكتئاب وغيرها من الاشخاص اللي ما اخذوا لاكتيشن من امهاتهم، تمام؟ هاي نوع اخر، وهكذا. فيعتبر بروتكتيف فاكتورز، يعني هذا العامل ساعدنا او حمانا في انه من مرض معين. زين، النقطه الثانيه انه يساوي واحد. لو كان هذا المقياس يساوي واحد معناها انه ماكو اصلا علاقه، ماكو علاقه بين الشغلتين انت جاي تبحث عنهم. على سبيل المثال لو كان الاسوسيشن فاكتور بين زياده نسبه الدهون بالجسم وبين خلينا نقول على سبيل المثال الكانسر، لو كان يساوي واحد معناها انه ماكو علاقه بين الشغلتين اصلا، تمام؟ على سبيل الفرض طبعا. الاخير انه يكون اكبر من واحد، فبالتالي اذا كان اكبر من واحد معناها اكو ريسك فاكتور، راح نسميه الريسك فاكتور، يعني هذا العامل راح يسبب لنا المرض لو كان اكثر من واحد، تمام؟ مثل علاقه التدخين مع الكانسر لانج، هذا يعتبر ريسك فاكتور لانه قيمته راح تطلع اكثر من واحد، تمام؟ هنا احنا خلصنا الميجرز اوف اسوسيشن ويا الثلاثه من ذني الانواع، تمام؟ بقالنا الكاركترستكس وكذلك الادفانتجز والليميتيشنز. دكتور ما شرحتهن وقالت انهن موجودات بالكتاب لازم نرجع لهن، لذلك جبت لكم الكتاب وايضا اشرت لكم على الاشياء المهمه اللي لازم نعرفها عن كل موضوع. بالنسبه للصفات مال الكيس كنترول، هسه جاي ناخذ عن الكيس كنترول. احد يتذكر الكيس كنترول 2012 كانت؟ نعم، كانت 2012، يعني هاي اللي نرجع بها للماضي. اول لازم تكون الكيسز شود بي ويل ديفايند، يعني لازم انت الكيسز اللي تاخذها من الماضي تكون معرفه بشكل جيد ومكتوبه بشكل جيد، هاي نقطه. النقطة الثانية انه controls should be similar and matched in the cases، يعني طريقة التحكم بهذه الكيسز لازم تكون متشابهة بكلهن، تمام؟ مو انت تروح على كيس معينة تجيبها بشروط وباشياء تختلف عن الكيس الثانية، تدمج اثنيناتهم وتطلع نتيجة، ما يصير. لازم يكون طريقة كل كيس من اللي انت جبتهن متشابهة، تمام؟ هاي نقطة. ايضا يقول لك different aspect except freedom، هنا يقول لك the proportion of each group، يعني النسبة من كل جروب who has a history، اللي عنده history عن المرض مالته او اي شيء، or practical exposure، يعني او تعرض سابق، تمام؟ مثل ما قلت لكم شغلة المصنع، يعني انه هذا الجروب اللي كانوا عندهم من مصنع فهم تعرضوا للاشعاع بسبب المواد البلاستيكية، فهنا جاي نتكلم عن هذا الموضوع، تمام؟ لازم تجيب هاي الاشخاص وتاخذ الهيستوري مالتهم وتقارنه مع بعضه، تمام؟ هنا نتكلم عن الادفانتجز اوف كيس كنترول، شنو مميزات مالتها؟ اول شيء لازم تعرف انه هي efficient in terms of time and cost، يعني مفيده بالنسبه للوقت وكذلك in terms of time and cost، الوقت وكذلك المبلغ. هي بهذا الشيء جيده، يعني ما تصرف هواي فلوس، انت راح ترجع على معلومات سابقه موجوده اصلا، تمام؟ the best for investigating a rare disease،
هي مناسبة جدا انك تقيس بيها الامراض اللي تكون نادرة. ليش؟ لانه انت اصلا عندك اشخاص عندهم امراض موجودين، فتقدر تروح على المناطق اللي بيها هذه الاشخاص، مثلا مستشفى الامراض، مستشفى الكانسرز الى اخره، وتقيسها. بينما لو كنت بالوقت الحالي تريد تسوي كروس سكشنال، لازم تروح تبحث على الاشخاص راح يصير عندهم، فهذا شيء صعب. تمام، فهي ممتازه بالنسبه للرير ديزيزز. هاي نقطه مهمه جدا تجي بالام سي كيو. Allow of evaluation of a wide range of exposure، هاي ايضا مهمه، يعني تقدر انت تسويها تطبقها على مجموعه كلش كبيره من البوبوليشن من الاشخاص. Limitation of case control، اولا يقول لك انه بما انه هي retrospective داتا، ف يعني المعلومات مالتها تكون راجع بها بالماضي، فهاي المعلومات ممكن تحصل بها بعض الخربطه واللخبطه، ممكن تحصل تواجه صعوبه بانك تحصل المعلومات الصحيحه. تمام، فهاي هي احد الليميتيشنز، الحدود. هنا يقول لي ان other hand the design is highly susceptible for different reasons، اللي هي البايز، الايرورز، الرونج سيلكشن اوف كنترولز، يعني ممكن يخطئ مالتك الديزاين هذا بسبب بعض الاخطاء، بعض التنظيم الخاطئ للمعلومات، عرفتوا؟ فبهيج حاله هاي هي الليميتيشن. اهم شيء تعرف انه هي ريتروسبكتيف. تمام، فريتروسبكتيف داتا تكون صعب الحصول عليها، او خلينا نقول راح تواجه بها هواي اخطاء. تمام، هنا راح نتكلم الان عن ثاني نوع اللي هو الكوورت ستدي. اول شيء يقول لي هو بيا سنه 2032، يعني جاي نبحث عن المستقبل، جبنا مجموعه اشخاص وراح نشوف عليهم، يعني نشوف الريسك فاكتور ذني شلون راح تاثر عليهم وشلون راح تسبب لهم امراض. تمام، فهنا المميزات مالتها انه هي دايركت استيميت ذا ريسك اوف بروبابيلتي ذا هيلثي انديفيديوال ويل ديفلوب ا ديزيز اوفر ذا سبيسيفايد تايم اند بيريد. شنو معناها؟ معناها انه هي تقدر مباشره تطلع لك الريسك مالت الفاكتور اللي انت اعطيته اياه والتزييز اللي صار، لان انت راح تظل لفتره طويله تتابع هذا الشخص، ومباشره راح تعرف لما يصيب المرض ولما ما راح يصيبه. تمام، فلذلك هو كاتب لك الانسيدنس معناها الحدوث، لذلك كاتب لك calculations disease of incidence، يعني تحسب الانسيدنس. تمام، قبل شوي قلناها used to study rare exposure، يعني ممكن تستخدمها في حساب rare exposure وليس rare disease. يعني شنو معناه؟ معناه لو قلنا يعني نفس المثال مالت المصنع، الاشخاص اللي تعرضوا لهذا الاشعاع، انت لما نتابع هؤلاء الاشخاص وتشوف حالتهم راح تقدر تعرف الرير اكسبوجر، يعني هذا الشيء النادر اللي تعرضوا له راح تقدر تحدده وتعرف شنو الصفات والامراض اللي سببهن، فهذا بالنسبه للرير اكسبوجر. بينما هناك ايش ثاني يحسب لك الرير ديزيز. تمام، الرير اوتكم، فهذا هو الفرق بيناتهم. نكمل كلير تمبرال ريليشن شيب، هاي ايضا كلمه مهمه جدا بالام سي كيو، ان راح تلاحظ انه اكو علاقه مباشره واضحه جدا بين السبب اللي انت سببته وكذلك المرض باعتبار انت جاي تتابعه. ايضا yields a multiple outcomes، يعني ممكن انك انت تحسب مجموعه من الاوتكمز، مو اوتكم واحد، يعني مجموعه ديزيز. اكسبوجر مثال على سبيل المثال انه السموكينج ممكن يسبب لك مجموعه امراض مثل الكورونري هارت ديزيز، البيبتيك ألسر، اللنج كانسر الى اخره. تمام، كاتب لك كان استابليش ذا كاز اند ذا افكت اوف ريليشن شيب، احنا راح نمشي بسرعه شويه على مود هذه المعلومات تحفظها. تمام، limitations of cohort study design، شنو هن الاشياء اللي تحددها؟ اول هي expensive و time consuming، واعتقد انت واضح عندك هاي المعلومه انه انت راح تجيب مجموعه من الاشخاص وتتابعهم لفتره طويله، اكيد راح تصرف هواي فلوس وراح تاخذ منك هواي وقت. النقطه الثانيه not suitable in rare diseases، مثل ما قلت لكم لو كان المرض انا ما اقدر اجيب شخص واشوف واتوقع انه هو راح يعطيني مرض معين، مستحيل، لذلك راح نستخدم الطريقه الثانيه اللي قبل شويه اللي هي الكيس كنترول. تمام، فالرير ديزيز مو زينه بها، لكن هي الرير اكسبوجر جيده بها. Many individuals not followed up in prolonged studies، معناها انه ممكن بعض الاشخاص ينسحبون من الدراسه مالتك ورا فتره طويله، يعني هو جاي يشتغل مثلا بالدراسه مالتك وما قال ما بدي اكمل بالدراسه، فراح عندك واحد من المتطوعين. ايضا ممكن يغيرون العادات مالتهم، يعني المدخنين على سبيل المثال ممكن انه هو بنص الدراسه يقول لك انا بطلت من التدخين. تمام، فهاي نقطة أخرى أيضا ممكن أقول لكم إياها. Change the occupation diagnostic method، ممكن أن تتطور الطرق مالت الـ diagnosis بمرور الزمن. زين، الآن راح أتكلم عن آخر شيء، صفات الـ cross sectional studies. الـ cross sectional studies أولا they examine the presence or absence of a disease، يعني وجود أو عدم وجود disease، وكذلك
وجود او عدم وجود شنو الاكسبوجر يعني المسبب في نفس الوقت in single point of time. ليش؟ لان هو قلنا بالحاضر هو 2000 وش قد 2022، يعني راح نحسب اثنيناتهم نحسبهم بنفس الوقت، وهي هي المميزه مالته. ثاني شيء يقول لك ذا استيميت فور ريسك استيميشن، يحسب لك الاو دي دي ريشيو قلناها قبل شويه، او ممكن حتى البريفالنس ريشيو. الادفانتجز مالته انه هو ان اكسبنسيف، يعني مو كلش غالي، لان انت راح تنزل بنفس الوقت وتحسب هاي العينات وترجع، تمام؟ فما راح تتابع ولا تسوي اي شيء، لذلك هو not expensive وكذلك short time، ما اخذك وقت هواي حتى سويت هذه العمليه. زين، نقطه اخرى limitations of cross sectional analytical studies، شنو هن الاشياء اللي حدود مالتها؟ حدود مالتها اولا prevalence not incidence in the focus، معناها معدل الانتشار وليس سبب الانتشار اللي هو انت راح تركز عليه، تمام؟ هاي نقطه. النقطه الثانيه outcome exposure، العلاقه بيناتهم temporal relation تكون مو واضحه. من سوينا قبل شويه كوارت كانت العلاقة واضحة. ليش؟ لأن أنت جاي تشوف المريض قدامك جاي مثلا يدخن، وجاي تشوف المرض جاي يتطور قدامك، يحصل المرض أو ما يحصل وشلون يحصل. بينما بالطريقة الثانية اللي هي هاي الكروس سكشنال، فأنت عندك المرضين أصلا، تمام؟ فأنت ما عرفت بالضبط العلاقة شلونها، العلاقة تكون ضبابية غير واضحة. لذلك كاتب لك the temporal relation between the two is not clear، تمام؟ يعني يقصد exposure والoutcome. مطيق مثال هو in case of obesity and arthritis، مثل ما قلت لكم انه الاشخاص اللي عندهم سمنة وعندهم التهاب بالمفاصل، واحنا ما نعرف شنو السبب الثاني، تمام؟ هل هو السمنة اللي سببت وزن الثقيل على الفقرات سبب هذا الالتهاب، لو الفقرات اصلا لانه هي بها خلل، الشخص ما تحرك هواية فبالتالي صار عنده سمنة، فاحنا ما نعرف العلاقة غير واضحة. اخر شيء the time since the exposure to the risk factors of the disease occurrence is not known، يعني احنا ما نعرف بالضبط ايش وقت صار هذا التعرض للفاكتور وايش وقت صار المرض، تمام؟ احنا ما نعرف بالضبط شلون العلاقه بين الوقت مالته. فهسه خلصنا، راح نبلش نحل الاسئله. الان بعد ان خلصنا الريسيرش ديزاين واخذنا استاله الكليه مالت الريفيجن وكذلك المواضيع اللي هم ما شرحوهن وقالوا ارجعوا للكتاب، شرحناهن وضفنا الكتاب، راح نبلش نحل الأسئلة الـ MCQ والماتش وكذلك الـ True or False. نبدأ بالسؤال الأول، راح نمشي شوية بسرعة حتى شنو حتى نلحق. The following is observational analytical study، هنا أكيد تختار الـ cohort هي الوحيدة من ذني observational، تمام؟ السؤال اللي بعده يقولك A group of patients with a lung cancer were compared to a healthy individuals regarding the exposure of smoking in the last 10 years. This study is، يقول لك شنو نوع هاي الدراسة؟ أول المعطيات عندك مثل ما تلاحظون الأوتكم هو اللان كانسر، هذا الديزيز الأوتكم. السموكينج يعتبر الإكسبوجر، هم تعرضوا للإكسبوجر. الوقت 10 سنوات، هاي 10 سنوات بالماضي لو بالمستقبل لو بالحاضر؟ أكيد مو بالحاضر، فبالتالي لا أما ماضي أما مستقبل. هو كاتب لك لاست، يعني إحنا شوف هذا المثال تقريبا ويا بالنسبة أنا كتبتها، إحنا هسه 2022 بعد 10 سنوات 2012، يا اللي كانت بالماضي أكيد هي الكيس كنترول استدي. زين نكمل. يعني هنا هي retrospective، يقول لك the study that yields the direct estimate of the probability health individuals will develop the disease over the specific time of period. هنا اكثر من مكان تقدر تعرفها، تقدر تعرفها من شغلة انك انت قريتها قبل شوية بالكتاب، انه الهيلثي individual يا هو كانت yields a direct estimation، اكيد كانت cohort study، وتقدر تعرف ايضا over a specific time يعني من خلال وقت معين مثلا 10 سنوات او هي شيء بالمستقبل، فايضا تقدر تعرف من هاي انه هاي هي الجواب الكوهورت ستدي. الدكتور وضحتها بشغله كم بيضه راح تفقس، يعني كم شخص من هؤلاء الاشخاص راح يطور مرض معين، تمام؟ ننتقل الى السؤال اللي بعده، يقول لك the following is true about the cohort study، يعني تشي على الستدي ام 2000 وش قد 2032. زين يقولك it's always retrospective، لا بالعكس هي مو للوراء، هي للأمام للمستقبل prospective. يقولك begin with a study with a diseased persons، لا احنا نبلش بناس أصحاء متعرضين لفاكتورز ونشوفهم راح يطورون ديزيز أو لا. النقطة هنا يقولك used to study the rare diseases، لا احنا شو قلنا it doesn't use to study the rare diseases. لو بهاي الجملة نفسها كاتب لك rare exposure، تمام؟ هنا لا تعتبر الجملة صحيحة تختارها، لكن بما انه كاتب لك ديزيز او اوتكمز فهي خطا. اذا الاجابه الصحيحه هي الاجابه سي، كان كالكوليت ذا انسيدنس.
نكمل. The following is a limitation of case control study. قرينا limitations وعرفناها. أول واحد يقول لك not suitable for study for rare diseases. بالعكس هي أصلا كانت efficient لل rare diseases. إذا هذا خطأ. زين. Study the subject for may change the habits over the time. يعني هل هؤلاء الأشخاص راح يغيرون عاداتهم؟ لا، أنت أصلا قاعد تحصل على عادات قديمة، على أشخاص قدماء، أبحاث قديمة، فشلون راح يغيرون عاداتهم over the time؟ ماكو أصلا over the time، هاي خطأ 100%. يقول لك it is expensive and time consuming. لا، هي مو expensive. ليش؟ لأنه أنت ما نزلت وسويت تجربة أو إلى آخره، فهي مو expensive. It is not possible to calculate the disease occurrence rates. يعني يقصد الانسيدنس والبريفالنس. احنا لو نرجع قبل شويه ايش قرينا؟ قرينا انه هو يقدر يحسب فقط الاو تي دي اس ريشيو، تمام؟ فبالتالي اكيد هو ما يقدر يحسب لا البريفالنس ولا الانسيدنس، هذا شغل باقي الدراسات الكوورت والكروس سكشنال، تمام؟ الان عندنا مقارنه بسيطه جدا، او هي ملاحظه انه الكوورت فيرسس ذا كيس كنترول. الكوورت تقدر تحسب لك الرير اكسبوجر، بينما الكيس كنترول الرير اوت كم. هاي اتوقع هاي شرحناها بالتفصيل فماكو داعي يعني نتعمق بها، لكن عليها سؤال ان ام سي كيو. اول واحد يقول لك ذا بروبر ستدي تيست اسوسيشن بتوين ذا رير اكسبوجر. ما دام قال لك رير اكسبوجر فانت قبل تتذكر الكوارت وتختار الكوارت ستدي. هنا يقول لك لا، يريد الرير اوت كم، يعني رير ديزيز. يا هو رير ديزيز اكيد هو الكيس كنترول ستدي. هاي ملاحظه مهمه جدا لازم تعرفونها. نكمل. يقول لك ODD ratio could be obtained from. يا هي الدراسة اللي نقدر نطلع منها الـ ODD ratio أكيد هي الـ case control study. زين. relative risk can be calculated in. relative risk احنا عرفنا انه الـ cohort study هي الوحيدة اللي تحسبها relative risk عن طريق الـ incidence. زين. آخر وحدة relative risk less than 1. نتذكر من قسمتين إلى 3 اللي قلنا هن burn. قلنا أول شيء protective factor، والR قلنا هو الريسك فاكتور، والN قلنا نو اسوسيشن. فخلنا نشوف يا هو اللي اقل من واحد. اقل من واحد كان البي من هسه، كان البروتكتيف فاكتور اللي قلنا اللاكتيتنج وومن، وقلنا الفيتامين دي الى اخره. فندور على البروتكتيف، هنا موجود البروتكتيف. منطيك خيار، منطيك هنا كاتب لك الفيجيتابلز والكورونري هارت ديزيزز. الفيجيتابلز تساعد انه تمنع لك من الكورونري هارت ديزيزز، بس هو بروتكتيف، فاكتور، تمام. منطيك هنا البريست فيدينج والتين ايج سايكو ديزيز، شرحت لكم اياها قبل شويه. زين، ها كان بالنسبه لاسئله الام سي كيو. قبل لا نكمل باقي الاسئله نشرح هذا السلايد. ذا انترفينشنال ستديز اند ذا كلينيكال ترايلز. اول موضوع عليهم هو الكاركترستكس، مو جدا مهم وما شرحوه بالريفيجن. النوع الثاني هو الكنترولد والانكنترولد ترايلز. شنو الفرق بين كل وحده والثانيه؟ الكنترولد انك جاي تسوي تجربتك على، يعني تجرب دواء معين مثلا او شيء على اكثر من جروب، تمام؟ بينما الان كنترولد لا، يكون انت جاي تجرب على شخص او على جروب واحد فقط، تمام؟ خمس اشياء نقدر نستفاد هن التريتمنت، البريفنتيشن، الدايجنوستيك، السكريننج، والكواليتي اوف لايف. هذه الاشياء كلها نقدر نجربها، تمام؟ ف هنا النقاط يقول لك شنو الفرق بين الاوبن والبلايند كلينيكال ترايلز. الفرق بيناتهم بسيط جدا. الاوبن انه انت تريد تجرب دواء معين، على سبيل المثال خلينا نختبر التريتمنت، تريد نشوف يا هو الافضل هذا الدواء ولا هذا الدواء. فلما نجيب متطوعين من الاشخاص المرضى مثلا يروحون للمستشفى ويتعرضون للدواء من الدكاتره، فهذا المريض الاوبن انه انا اقول له انه هذا الدواء اي وهذا الدواء بي، تمام؟ فهو يعرف، احتمال يتاثر ببعض العوامل تخليه يحكم بشكل عاطفي وليس انه حكم بشكل صحيح 100% مجرد عن كل شيء. كذلك مو بس هو، الطبيب ممكن ايضا يحكم، هو يحب هذا الدواء فراح يختاره. كذلك ممكن اثناء ما يدخلون المعلومات الشخص اللي متعصب لدواء معين، يعني تخيل اوكي شيء صراحه، يعني يكتب يمسح معلومات الدواء الثاني او يفشله الى اخره. فلذلك يوجد شيء اسمه اوبن، يعني الكل تعرف شنو انواع الادويه، ويوجد بلايند. احنا موضوعنا بالبلايند، بلايند يعني ما حد يعرف، تمام؟ اكو البلايند ثلاث انواع، تمام؟ البلايند يعني يا اما المريض وحده هو ما يعرف يا هو الفرق بين الدوائين، يا اما يسميها سنجل، يا اما المريض والدكتور اثنيناتهم ما يعرفون فنسميها دبل. اخر نوعيه اللي هي التريبل، معناها كلها ما تعرف، ولا احد يعرف الفرق بين الدوائين، فقط ناس معينين هم المسؤولين عن المشروع، تمام؟ فهاي هو الفرق مال الكلينيكال ترايلز، وهسه راح نكمل حل الاسئله.
أولى يقول لك true or false. Blind trials more prone to errors than the open trials. لا قلنا البلايند إن الأفضل. ليش أفضل؟ لأنه هي ما حد راح يعرف فراح يكون الحكم مجرد عن كل شيء. ODD ratio more than one means that the student factor is a protective factor. More than one لا بالعكس. More than one يعتبر شنو؟ يعتبر risk factor. البروتكتيف كان أقل من واحد. إذن هذا أيضا العبارة خاطئة. نكمل يقول لك the following is an example for case report. راح نعطي مثال على case report. زين. Dilated description of a different anatomical physiological. أنت قبل تكمل description يعني هو شنو؟ description يعني وصفية تمام؟ والcase report كان وصفية لو interventional كان وصفية. إذن هاي العبارة صحيحة. هو جاب طفل عنده congenital anomaly وشاف عنده multiple congenital anomaly وصف هاي الحالة. إذن هاي الدراسة وصفية. هو جاي يقول لك وصفية فبالتالي هذا الإجابة صحيحة. The purpose of clinical trials يعني الهدف من clinical trial هو أنه find a better way to prevent detect or treat the disease. إحنا حكينا أنه الخمس نقاط العلاج والpreventation وكذلك يعني نطور الحياة تمام. هاي كلها النقاط. هو جاي يقول لك انه اللي بريفنت وكذلك الديتكت يعني دايجنوز والتريت فشي اكيد هذا يعتبر اجابه صحيحه. الاخيره يقول لك interventional studies are considered with a large with the least reliable among the epidemiological research designs. لا بالعكس الانترفنشنال هي كانت احسن وحده بيهن كلهن لانه انت راح تروح تسوي تجارب experimental وكذلك راح تسوي clinical trials فبالتالي لا هاي تعتبر كانت افضل الانواع اللي نقدر نحصل منها معلومات عن طريق التجربه تمام. ننتقل الى السؤال الثاني يقول لك اولا controlled clinical trial is a clinical study that include the comparison group. زين الcontrolled اللي اخذناها كان بها جروب واحد لو جروبين فبالتالي هاي الاجابه تعتبر صحيحه لان هو كاتب لك comparison يعني comparison يعني معناها مقارنه تمام. There is no comparison group in all observational studies. لا هاي الإجابة خاطئة. الثامنة يقول لك analytical studies are considered with describing the general characteristics of the distribution of the disease. زين. الanalytical مسؤولة بالdescribing يعني تخيل يقول لك analytical studies التحليلية مسؤولة بالوصف. لا أكيد هاي العبارة خاطئة ما تتناسب هاي الجملة وهي هاي الجملة. تمام إذا هاي خطأ. Incidence rate could only be obtained from a cross-sectional study. The incidence قلنا إحنا نقدر نطلع يا أما عن cross-sectional وممكن أيضا بواسطة cohort أيضا ترهم. إذا هاي الإجابة أيضا خاطئة تمام. نكمل وصلنا للسؤال الماتشنج يقول لك risk assessment measure و could be evaluated in. هنا الريسك هاي كلش سهلة. relative risk هي هو كان كان الكوهورت ستدي. البريفالنس اند ريشيو او دي دي كان الكروس سكشنال يعني بسيطه جدا عليكم. الستدي ديزاين وكذلك الكوركت ذا ستيتمنت. يقول لك اولا الابزرفنشنال او الديسكريبتيف اللي يصف هل هذا يوز تو ستدي رير اكسبوجر. طبعا هنا اللي يقصد بيها هو الكروس سكشنال لان هو الوحيد الديسكريبتيف من نوع الابزرفنشنال. فهل هو رير اكسبوجر؟ لا هذاك هو كان رير اكسبوجر الكوهورت. زين prevalence not the incidence is the focus of this study. اكيد هذا هو كان الجواب مالته يعتمد على prevalence اكثر. زين cohort study used to rare exposure هاي هم متفقين عليها. زين case control study يقول لك case control هم يعرف شنو الصفه مالته used to study the rare diseases. The clinical trials هي اخر وحده test how well the medical approaches of the people. انت بتختارها اخر وحده تمام. هاي بالنسبه لي اسئله الماتشنج. الان راح نبدا بموضوع اخر. نكمل احنا خلصنا الديفينيشن وخلصنا الديزاين وصلنا لهذه ثلاث مواضيع. راح نبدا بذني اثنين من داتا كولكشن وكذلك الريسيرش ايثكس. بالنسبه للايثكس شرحناها بالمقدمه انه هي كنا لازم ناخذ موافقه خطيه او موافقه شفهيه من الشخص قبل لا ناخذ معلوماته. هاي نقطه. النقطه الاخرى لازم انه نحمي معلومات المريض. يعني هذا من اخلاقيات العمل انه معلومات المريض تنحمي. فهذا هو الايثكس ببساطه ما بيها اي تفاصيل. لكن بالنسبه للداتا كولكشن ميثودز اور تولز فعندنا مجموعه تولز ممكن نستخدمها. يا اما تستخدم كويستشنير فورم فور سيرفي هذا يقول لك كان بي سيلف ادمنستريتد اور انترفيوينج يعني عباره عن مجموعه اسئله انت تصممهن. يا اما انك تقدمها عن طريق المواقع او عن طريق منصه معينه او لا بالعكس انت ممكن تروح وتقابل اشخاص انترفيوينج وتكتب المعلومات. الثانيه هاوس
هاوس شيلد انترفيو اكزامينيشن سيرفيز، معناها انه راح تروح للبيوت وتبلش تسوي عليهم التجارب وتكتب المعلومات اللي عندك. نقطة ثانية observation أو تشيك ليست، هاي جدا مهمة. يعني أنت راح تروح لمنطقة معينة، على سبيل المثال راح تروح للمستشفى تلاحظ عمل النيرسز، تمام، تريد تقدم عليه بحث معين، فعندك تشيك ليست راح تباوع وتكتب هاي الشيء صحيح، هذا الشيء خطأ، هذا الشيء لازم يصير هيجي هيجي، يعني observational بالملاحظة. data collection tools، فيقول لك designated for collection of recorded data، يعني الفورمز مالتك النظم مالتك يستخدم او هن تم تصميمهم من اجل الريكوردد داتا، تجميع الريكوردد داتا. هنا يقول لك other data collection tools، يعني امثله ثانيه مثل ايش، مثل focus group discussion in depth interview، يعني انك تجيب مجموعه من الاشخاص جاي يتناقشون بموضوع معين وتبلش تسجل الداتا مالتهم. النقطه الثانيه ممكن يكون فيديو او فوتوغرافي، يعني صوره، هاي يسمونها secondary data review، يعني واحد غيرك جمع المعلومات، ومثلا جمع معلومات عن، على سبيل المثال population، انت تاخذ population ولا ما هو جمع هذا الشخص او هاي المنظمه، تمام، فهذا هو التعداد. زين، طبعا للاسف المحاضره راح توصل ساعه، لذلك ما راح نقدر نكمل باقي المواضيع، راح نسويها بارت 2. احنا هسه المواضيع اللي اخذناها، بدينا بالشابتر الاول اللي هو الريسيرش ميثودز، صح؟ حكينا على الكونتنت، واخذنا اول ما بلشنا بالريسيرش ديفينيشن التعريف، اخذنا الريسيرش ديزاين والداتا كولكشن والإثيكس، تمام؟ بقالنا السامبلينج وبقالنا السكرين تيست، دني راح يكونن بمحاضرة ثانية راح نسويها بارت 2، تمام؟ المحاضرة الثانية راح تكون من 20 إلى 30 دقيقة تقريبا، أيضا راح نشرحها ونحل بها الأسئلة. أريد أسوي كلوك ريكاب، يعني مراجعة سريعة لكل الأشياء اللي أخذناهن، عم أرتب كل المعلومات ببالك. أول ما بلشنا بالديفينيشن، قلنا شنو التعريف مالته وأهم النقاط مال التعريف، وحكينا على أربعة بوينتس مهمة بكل ريسيرش، تحفظهن مثل اسمك. بعدين حكينا على الفيسز مالته، وقلنا كل فيس اكو بيها مراحل، هاي الفيس وهاي المرحله، فانت تعرف اللي الفيس شنو هي وتعرف المراحل مال الفيس شنو هي، وهاي ايضا الريسيرش ستيبس، يعني المراحل وضحناها بهذا السلايد. بعدين اخذنا الاسئله وحليناها، الاسئله كلش سهله ومباشره. بدينا بالموضوع الثاني هو الريسيرش ديزاين اللي هو عليه بالك اكثر واسئله اكثر. اول ما بلشنا قسمناها الى نوعين، يا اما observational قلنا هي بالعين نقدر نشوفها يعني بالملاحظه، وقلنا interventional يعني هاي بالايد احنا نتدخل ونسويها. اهم شيء هاي التقسيمه جدا مهمه، ركز لي عليها. الانترفنشنال اذا تعرفون وين السلايد مالته، هذا هو السلايد مالته، فقط هذا هو السلايد مال الانترفنشنال، تمام، لكن الباقي كله عن الobservational اللي هو الدراسه مال الملاحظه. الملاحظه اول ما بلشنا قسمناها نوعين، يا اما descriptive يا اما analytic، تمام. الديسكريبتيف قلنا بيها ادفانتجز وقلنا بيها تايبز، الكيس ريبورت، الكيس سيريسز والكروس سكشنال، وتحفظ لي باقي التفاصيل مالتها. لكن بالنسبه للاناليتيك كان بيها ايضا حكي هوايه، ثلاث انواع هنا سويناها بهاي الصوره، الكو ارت والكروس سكشنال والكيس كنترول، وقلنا اهم شغله تحفظ لي التواريخ، لان التواريخ راح تساعدك تحفظ باقي التفاصيل، تمام. بعدين الكليه ما شرحت هاي المعلومات، طبعا معلومات جدا مهمه خصوصا هذا السلايد، الكليه ما شرحت لا الصفات مالتها ولا الادفانتجز ولا الليميتيشنز، فقط الميجر اوف اسوسيشن اللي هو بهذا السلايد، فاحنا رحنا جبناها من الكتاب ونزلناها نفس ما هن وشرحناها بالتفصيل بالاضافه للمعلومات المهمه اشرناها، تمام، خلصنا من هاي الشيء. انهم رحنا علينا الام سي كيو، لاحظنا انه ام سي كيو مباشر وسهل، والترو اور فولس والماتشنج. وصلنا الى موضوع الداتا كولكشن وبلشنا بالإثيكس، اللي قلنا هنا نفس الشرح اللي شرحناه بالبدايه، شرح بسيط جدا، فقط شغله الابروفال يعني الموافقه وانك تهتم بمعلومات المريض. والنوع حكينا عن الداتا كولكشن، الداتا كولكشن قلنا هو عباره عن شلون راح تحصل المعلومات، تسوي كويستشنير فورم، تلاحظ النيرسز، تمام، وباقي التفاصيل. فان شاء الله بالمحاضره الجايه راح نشرح شنو، راح نشرح السامبلينج ونشرح السكرين تيست. هذا السامبلينج وجبناه من الكتاب، راح نشرحه بالتفصيل ونحل كل الاسئله اللي عليه. شكرا لكم، وهذا الملف اللي انا جاي اشرح عليه بكل التفاصيل ما راح تلقونه موجود ايضا نازل على القناه، ومع السلامه.